السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ في الفيديو ده هشرح شابتر النيوميريك انتجريشن في جزء الدكتور عماد. ففي الاول عايزين نعرف ايه اهميه او ايه لازمه الشابتر دوت. فالفكره ان لو عندي تكامل محدود بالشكل ده، ومعنى كلمه تكامل محدود معناه ان الحاجه اللي انا بكملها انا بكملها من ستارت بوينت لحد اند بوينت. يعني مثلا بقول لك ان انا عايز اكامل الايكويشن اللي اسمها اكس من اول اكس ايكوال 3 لحد اكس ايكوال 5. فمثلا لو انا كنت بكمل الاكس فكان هيبقى تكاملها اكس سكوير على الاثنين، وانا بكملها مثلا من 3 لحد 5 فعوض 5 سكوير على الاثنين ناقص 3 سكوير على الاثنين، واطلع نتيجة التكامل المحدود ده فاليو. والتكامل المحدود ما كانش بيديني قيمة كونستنت، عكس التكامل اللي هو ما كانش محدود، اللي هو ما كانش ليه ستارت بوينت وانت بوينت، ده كان بيديلك في الاخر الانتجريشن مش كرقم، الانتجريشن كايكويشن بلس كونستنت. فانا بس بتكلم ان انا عندي تكامل محدود بالشكل ده، والطبيعي ان التكامل المحدود ده في الاخر هكمله وبعد كده اعوض بالانت بوينت ناقص الستارت بوينت، ومفروض ان هو هيفاليويت ليا في الاخر فاليو. فافرض بقى التكامل اللي انت او الايكويشن اللي انت عايز تكملها هي صعبه جدا ومش هتعرف تكملها بطريقه اناليتيكال طبيعيه، يعني انا مش هعرف ان انا انتجريت الاف اوف اكس بطريقه اناليتيكال عاديه. فعلشان كده بنلجأ لطريقه من الطرق اللي موجوده في الشابتر دوت، اللي هي طرق النيوميريك انتجريشن، علشان بيها اقدر ان انا اجيب قيمه ابروكسيميتد للانتجريشن ده. والقيمه الابروكسيميتد اللي انا هجيبها عن طريق طريقه من الطرق بتوع الشابتر ده هتبقى قيمه قريبه جدا من القيمه الاكزاكت اللي كانت هتطلع لو انا كنت حليت الانتجريشن دوت بطريقه اناليتيكال وطلعت الفاينل ريزلت. فالفكره ببساطه ان انا هيبقى عندي تكامل محدود، التكامل المحدود ده هيبقى بيمثل لي او الفانكشن اللي انا بكملها هتبقى بتمثل لك بروبلم عندك، والفانكشن ديت انت لازم تكملها عشان تطلع ريزلت، والفانكشن دي صعبه جدا ان انت تكملها ومش عارف تكملها بطريقه طبيعيه او بطريقه اناليتيك. علشان كده بتلجأ لطريقه من الطرق اللي هي موجوده في الشابتر دوت، اللي هي الطرق النيوميريكال، علشان تطلع قيمه ابروكسيميتد. القيمه الابروكسيميتد دي قريبه جدا من القيمه الاكزاكت اللي هي بتاعت الانتجريشن ده. فدي كده فكرة الشابتر. فطبعا هو شابتر مهم جدا، يعني لان عادة بيبقى الفانكشن اللي انت عايز تعملها انتجريشن دي فانكشن مهمة، ودي كده البروبلم بتاعتك. فبتبقى انت عايز تجيب الانتجريشن ده بسبب بيبقى الانتجريشن صعب. فانا مثلا مديك مثال انتجريشن زي ده او انتجريشن زي ده، فالانتجريشن دي مش سهل خالص ان انت تجيبها بطريقة اناليتيكال، هيبقى الموضوع صعب جدا. فانت هتحلها بطريقة نيوميريك من الطرق بتاعت الشابتر دوت، وهيطلع لك قيمة ابروكسيميتد قريبة جدا من القيمة الاكزاكت. طيب فالشابتر ده فيه كذا طريقة، فهنبدأ أول حاجة بأول طريقة اللي هي اسمها البيزك ميد بوينت فورميولا. يعني أول طريقة اسمها الميد بوينت فورميولا، هتلاقي إن هي متقسمة طريقتين، طريقة اسمها البيزك ميد بوينت وطريقة تانية اسمها الكومبوزيت ميد بوينت. فهنبدأ في الأول خالص بالبيزك ميد بوينت. بيقول لك لو أنت عايز تنتجريت الـ f of x من اول a لحد b، دي زي ما بقولك ممكن تكون 3 مثلا لحد 5، فالانتجريشن دوت لو انا عايز احله بطريقه نيوميريك هي ايفالويت ليا القيمه ديت اللي هي b ناقص a. يعني b ناقص a يعني لو انا بانتجريت من 3 ل 5 فهيبقى بيساوي الانتجريشن ده 5 ناقص 3، يعني ده كده هيتشاف حط مكانه 2. بعد كده في الاف وفي a بلس b على الاثنين. طب a بلس b على الاثنين لو انا بتكلم ان ال a ب 3 وال b ب 5، فال a بلس b على الاثنين هتبقى عباره عن 4. يعني ايه بقى f اوف 4؟ معناه ان انا هاجي جوه ال f اوف x الايكويشن اللي انا عايز اكملها واعوض عن ال x ب 4 واطلع رقم. هو ده كده ال f اوف a بلس b على الاثنين. فتاني انا مثلا عايز انتجريت ايكويشن اللي هي ال x سكوير من a ايكوال 3 لحد b ايكوال 5، فهعمل ايه؟ اقول لك ان الانتجريشن بتاع اكس سكوير من a ايكوال 3 ل b ايكوال 5 بيساوي b ناقص a في الاول. b ناقص a ديت اللي هي 5 ناقص 3 اللي هي بكام؟ اللي هي ب 2. الكلام ده مضروب في ال f وفي a بلس b على الاثنين. a بلس b على الاثنين اللي هي 4، يعني هعوض جوه ال f وفي x عن ال x ب 4، واصلا الايكويشن اللي هي ال f وفي x هي اكس سكوير، فهتبقى ال f وفي 4 هي 4 سكوير اللي هي 16. فتلاقي ان حاصل الانتجريشن دوت اللي هو انتجريشن ال x سكوير من a ايكوال 3 لحد ال 5 بيساوي b ناقص a اللي هو 2 اللي هو 5 ناقص 3 في f في 4 اللي هو في 16 اللي هو 2 في 16 اللي هو بكام؟ اللي هو ب 32. فدي كده الطريقه. طب اصلا القانون ده جه منين؟ هو فكره الانتجريشن ان هو بيبقى الاريا اندر ذا كيرف،
يعني لو دي هي ال f of x وانا وال f of x دي انا عايز انتجريتها او اجمعها من a لحد b، فانا المفروض ان انا اجيب الاريا اندر ذا كيرف من اول ال a لحد b لل f of x للاريا دي كلها. فهو في الطريقه ديت احنا بنقول ان الطريقه النيوميريكال هي بتجيب قيمه ابروكسيميتد للحاجه الاكزاكت. فالحاجه الاكزاكت ان انا كنت فعلا احل الانتجريشن ده بطريقه اناليتيكال واجيب فعلا الاكتوال او الاكزاكت اريا اللي موجوده تحت الكيرف ده. بس هو في طريقه البيزك ميد بوينت فورميولا، طريقه البيزك ميد بوينت بيفترض ان الاريا اللي تحت الكيرف هي واخده شكل مين؟ مستطيل. وطبعا هيبقى العرض بتاع المستطيل دوت اللي هو البي نايس الايه، والطول بتاع المستطيل دوت هيبقى ايه؟ هيجي في الميد بوينت ويجي جوه الميد بوينت. الميد بوينت اللي هتبقى ايه بلس بي على الاثنين، هيجي عند الميد بوينت، عشان كده سموا الطريقه دي ميد بوينت، ويبقى يعوض بالاكس عند الميد بوينت جوه الاف اوف اكس، بحيث ان هو يطلع الارتفاع ده كام. فالارتفاع ده هو نفسه الارتفاع ده اللي هو مين؟ اللي هو الضلع الثاني بتاع المستطيل. فبالتالي دلوقتي لو ضرب اللي هي البي ناقص الايه في الارتفاع دوت اللي هو بيمثل الاف اوف اي بلس بي على الاثنين، اللي هو هيجي عند الاي بلس بي على الاثنين كاكس ويعوض بقيمتها جوه مين؟ جوه الاف اوف اكس. فساعتها لو ضرب الرقم ده في الرقم ده هيديله مين؟ هيديله مساحه المستطيل، وهو هنا فارض ان مساحه المستطيل ديت هي نفسها الاريا اندر ذا كيرف. فعلشان كده جه القانون ده. بس مش مهم تبقى عارف اثباتات، لان حتى الطرق اللي جايه مش هنبقى عارفين الاثبات بتاعها، بس انا بس بحاول اقرب لك الصوره ان هو المفروض الانتجريشن ده هو الاريا اندر ذا كيرف، فهو مش عارف يجيب الاريا اندر ذا كيرف علشان الاف اوف اكس هي ايكويشن صعبه، فمش عارف ان هو يجمع الاريا التحتيه ويحسب الاكزاكت انتجريشن. فكل اللي عمله ان هو فرض ان الاريا اندر ذا كيرف واخده شكل المستطيل، وجاب الطلع ده بتاع المستطيل اللي هو البي ناقص الايه، وجاب ارتفاع المستطيل عن طريق ان هو جاب الميد بوينت وعوض بالميد بوينت دي جوه الاف اوف اكس، بحيث يجيب الارتفاع بتاع المستطيل ويضرب ده في ده، يبقى كده حسب مساحه المستطيل اللي هو بيفترض ان هي المساحه اندر مين؟ اندر الاف اوف اكس. فده كده الموضوع ببساطه. فانا دلوقتي مثلا تعال ناخد عليها مثال، بس دي نقطه مهمه. بيقول لك ايه؟ بيقول لك خلي بالك ان الاف اوف اكس ديت اللي انت بتنتجريتها لو كانت عباره عن رقم كونستانت، يعني لو انا مثلا بانتجريت 5، انا عارف ان انتجريشن 5 هو 5 اكس، بعد كده ابدا اعوض عن الاكس من اول بي لحد ايه، او بانتجريت لينير ايكويشن. معنى كلمه لينير ايكويشن معناها ان هي ايكويشن من الدرجه الاولى. فلو انت كنت بتانتجريت اف اوف اكس والاف اوف اكس دي كانت عباره عن رقم كونستانت، او ان الاف اوف اكس كانت عباره عن لينير ايكويشن اللي هي ايكويشن من الدرجه الاولى، ساعتها هتلاقي ان الابروكسيميتد سوليوشن هو نفسه بالظبط الاكزاكت سوليوشن. يعني لو انا كنت حليتها بطريقه اكزاكت كنت الاقي ان الطريقه الابروكسيميتد بتدي نفس الرقم بالظبط من غير اي نسبه ايرور. لكن لو الاف اوف اكس بقى كانت مثلا معادله من الدرجه الثانيه او معادله من الدرجه الثالثه او اي ايكويشن غير ان هي تكون كونستانت او غير ان هي تكون من الدرجه الاولى اللي هي لينير، ساعتها هتلاقي ان القيمه الابروكسيميتد هي قريبه جدا من القيمه الاكزاكت، بس في نسبه ايرور لان دي ابروكسيميتد ودي اكزاكت. فدي بس معلومه بيقولها لك، ان الاف اوف اكس لو كانت كونستانت او لو كانت الاف اوف اكس ايكويشن من الدرجه الاولى اللي هي لينير ايكويشن، ساعتها هتلاقي ان الفورميولا ديت بتجيبز الاكزاكت فاليو، بتدي لك الرقم الاكزاكت من غير اي نسبه ايرور. لكن لو كانت اي حاجه تاني هتلاقي ان القيمه الابروكسيميتد لا بتدي لك رقم غير الاكزاكت بنسبه ايرور ايه معينه، بس هتلاقي نسبه الايرور دي مش رقم كبير. تعال ناخد عليها مثال. هو هنا طبعا مدي لك لينير ايكويشن لان 2 اكس بلس 1 هي معادله من الدرجه الاولى، وبيقول لك عايزك تنتجريتها من 0 ل 1. فلو انا حبيت انتجريتها كقيمه اكزاكت فاقول خلاص ال 2 اكس دي الانتجريشن بتاعها الاكس اكس سكوير على الاثنين، الاثنين هتروح مع الاثنين، فدي هتبقى اكس سكوير بلس الواحد الانتجريشن بتاعه اكس، وهبدا اعوض عن الاكس سكوير بلس الاكس من اول اكس بزيرو لحد الاكس بكام؟ بواحد. فلاقي ان هي واحد ماينس زيرو بلس واحد برضو ايه؟ ناقص زيرو. فلاقي ان هي الاكزاكت فاليو باتنين. لو انا بقى حبيت ان انا احلها بطريقه البيزك ميد بوينتس هلاقي فالمفروض ان انا كنت بحدد الاي والبي، فالاي بالنسبه لي هي صفر والبي بالنسبه لي هي مين؟ هي واحد، والاف اوف اكس اللي هي مين؟ 2 اكس بلس 1. لو قلنا الحل بيبقى عباره عن ايه؟ البي ناقص الاي اللي هي هتبقى بواحد مضروبه، لا ال اه البي ناقص الاي اللي هي تبقى بواحد مضروبه في الاف اوف اي بلس بي على الاثنين، اللي هو في الاول هجيب الميد بوينت،
فالميد بوينت ما بين الزيرو الواحد هي مين؟ هي النص. واجي اعوض بالنص ديت جوه الاف اوف اكس، والاف اوف اكس في الحاله دي اللي هي مين؟ اللي هي 2 اكس بلس 1. فلما اعوض جوه الاف اوف اكس عن الاكس بنص، فهلاقي ان الاف اوف النص بكام؟ الاف اوف النص 2 في نص بواحد، واحد بلس واحد بكام؟ باتنين. فلاقي ان الاف اوف نص باتنين، فاقول خلاص الانتجريشن ده انا عارف اللي هو اف اوف الميد بوينت اللي هو اف اوف نص مضروب فيه البي ناقص الاي، والبي ناقص الاي بكام؟ بواحد. فلاقي ان الانتجريشن دوت لما جيت حليته بطريقه ابروكسيميتد اللي هي طريقه البيزك ميد بوينت طلع باتنين، ولقيت ان الاكزاكت برضه طلع باتنين. ليه؟ لان الايكويشن اصلا اللي انا كنت بعمل لها انتجريشن كانت لينير، ودي المعلومه اللي انا قلتها لكم من شويه. فكل اللي عملته في الاول ان انا حددت البي والاي، وقلت في الاخر هقول ان الانتجريشن دوت هو عباره عن البي ناقص الاي مضروبه في ايه؟ ان انا اجيب الميد بوينت اللي هي الاي بلس بي على الاثنين اللي هتبقى بنص، واعوض بالميد بوينت دي جوه الاف اوف اكس، فالاقي ان التعويض ده هيديني 2، فاقول يبقى خلاص 2 ديت اللي هي الاف اوف نص او الاف اوف الميد بوينت مضروبه في البي ناقص الاي اللي هي البي ناقص الاي بكام؟ بواحد، فتبقى عباره عن 2 في 1. فتلاقي ان الانتجريشن ده ادالك كام؟ بطريقه الميد بوينت ادالك كام؟ ادالك 2. فدي كده اول طريقه. ده كده مثال تاني، بس المره دي الايكويشن ديت مش لينير، الايكويشن دي من الدرجه التانيه. فانت هتلاقي ان القيمه الابروكسيميتد لما تيجي تحلها البيزك ميد بوينت مش هي نفسها القيمه الاكزاكت، لان الاف اوف اكس نفسها اللي انت بتعمل لها انتجريشن مش لينير، مش من الدرجه الاولى. فهنا قلت الاف اوف اكس باكس سكوير ماينس واحد، البي ناقص الاي برضه هتدي واحد، الميد بوينت هتبقى بنص. لما اجي اعوض بالميد بوينت جوه الايكويشن ديت اللي هي اكس سكوير ناقص واحد، هلاقيها ادتني سالب 3 ارباع. فبالتالي هيبقى الانتجريشن دوت بطريقه الميد بوينت هو عباره عن الواحد مضروب في السالب 3 ارباع، اللي هو هيبقى بكام؟ بسالب 3 ارباع. لو انت جيت حليتها بطريقه ابروكسيميتد، بطريقه الاكزاكت، يعني جيت حليت بقى الانتجريشن ده بحيث انك تقول ان الاكس سكوير هو عباره عن اكس كيوب على 3 ناقص اكس، بعد كده بدات ان انت تعوض عن الاكس مره بواحد ناقص انك تعوض عن الاكس بزيرو، هتلاقي ان القيمه الاكزاكت طالعه بسالب 6 من 10 او سالب 66 مية. فطبعا هنا الاكزاكت مش هي نفسها الابروكسيميتد، بسبب ان الايكويشن اللي انا كنت بعمل لها انتجريشن مش من الدرجه الاولى. بس طبعا ممكن في الامتحان يطلب منك نسبه الايرور، فهنا هتقول له نسبه الايرور اللي هو سالب 75 مية ناقص الرقم ده، اللي هو يطلع مش عارف كام، اللي هو اطرح الرقم ده ناقص الرقم ده. فده كده هيبقى بالنسبه لك هو ده نسبه الايرور اللي هو ما بين الاكزاكت وما بين، بس طبعا الفرق مش كبير قوي، بس في فرق، لان الايكويشن اللي انا بعمل لها انتجريشن مش لينير، فبالتالي الاكزاكت فاليو مش هتطلع هي نفسها بالظبط مين الابروكسيميتد فاليو. طب دي كده اول طريقه اللي هي البيزك ميد بوينت. وكمان هتلاقي ان في الطرق التانية هتلاقي ان نسبه الايرور دي بتقل جدا، فدي كده تعتبر من اوائل الطرق. بعد كده هتلاقي في الطرق التانية نسبه الايرور دي بتقل. طب تاني طريقه اسمها الكومبوزيت ميد بوينت. يعني كده كده اول طريقه اسمها الميد بوينت لان هو شغال بالميد بوينت، فاول طريقه اسمها البيزك، تاني طريقه هي ابديتد عليها اسمها الكومبوزيت. تمام. ففي طريقه الكومبوزيت، طبعا سيبك من البروفز دي كلها ملهاش لازمه. في طريقه الكومبوزيت لو انت عايز تحسب الانتجريشن دوت، فانت بتابروكسيميته للايكويشن دي. طب تعال بقى نفسر ايه هي الايكويشن دي. لو جالك في الامتحان وطلب منك ان انت تحل بطريقه الكومبوزيت، فهتلاقي ان هو مديلك اول حاجه في الامتحان الاف اوف اكس نفسها، ان هو بيقول لك ان الاف اوف اكس اي باور اكس، ومديلك برضو الاي والبي وكل حاجه، ان هو عايزك تنتجريت من 1 من 10 لحد 3 من 10. بس هيبقى مديلك التيبل ده. ايه التيبل ده؟ اللي هو قيمه الاكس وقيمه الاف اوف اكس المناظره ليها، وعامل لك كذا بوينت. هو كل اللي عمله ان هو جه هنا بدا يعوض عن الاكس بواحد من عشره، فقال اي باور 1 من 10، فطلع له الريزلت بالرقم ده. بعد كده بدا يعوض عن الاكس ب 15 من 100، وبدا يحسب اي باور 15 من 100، وبدا يطلع الاف وفي الاف عند الاكس ب 15 من 100 بالرقم ده. نفس الكلام، شال الاكس لحد ما جاله 2 من 10 وطلع الرقم ده، بحيث عمل كونستراكت للتيبل. فتلاقي ان هو مديلك الاي باور اكس، لما يجي يقول لك حل بالطريقه دي هيبقى مديلك الاي باور اكس، ومديلك التيبل دوت اللي هو مديلك كذا قيمه للاكس، ومديلك كذا قيمه للاف اوف اكس المناظره للاكس ديت. تمام كده؟ طيب انا من التيبل ده هستنتج ايه؟ بص كده،
هتلاقي ان الانتجريشن دوت الريزلت بتاعته فيها حاجه اسمها اتش. ايه هي الاتش دي؟ الاتش هي الستيب ما بين كل اكس والتانيه. يعني هنا لو لاحظت الستيب ما بين كل اتش والتانيه ثابته، والستيب دي بكام؟ ب5%. فالاتش اللي انت هتعوض بيها هي بكام؟ ب5%. فالاتش اللي موجوده في الايكويشن ديت اللي هي الستيب ما بين كل اكس والتانيه في التيبل اللي هو هيبقى مديهولك. طب ايه الافات ديت؟ دي كده اسمها اكس زيرو اللي هي اول اكس خالص، ودي كده اسمها اكس واحد، اكس اتنين، اكس تلاته، اكس اربعه. دي كده اسمها اف زيرو اللي هي الاف عند الاكس بزيرو. دي كده اسمها اف واحد اللي هي الاف عند الاكس واحد، مش الاكس بواحد، اللي هي الاف عند اكس واحد، الاف عند اكس اتنين، الاف عند اكس تلاته، الاف عند اكس اربعه. فدي اسمها اكس زيرو لحد اكس اربعه، دي اسمها اف زيرو، اف واحد، اف اتنين، اف تلاته، اف مين؟ اف اربعه. فهو هنا بيقول لك هتفضل شغال من هتقول اول حاجه ان الانتجريشن ده بيفاليويت الاثنين اتش، والاتش دي قلت لك اللي هي الستيب ما بين كل اكس والتانيه في التيبل اللي هو هيبقى مديهولك، مضروب في اف، الكلام ده مضروب في الكوس ده اللي هو اف واحد، وانت خلاص عرفت مين هي اف واحد، بلس اف تلاته، يعني واضح ان هو بياخد الافات الفرديه ما بياخدش الافات الزوجيه، لحد اف ان ناقص واحد. طب مين ال ان؟ هل ال ان دي بتريبريزنت عدد البوينتس؟ لا، النقطة دي مهمة. ال n مش بتريبريزنت عدد البوينتس، امال ال n بتريبريزنت ايه؟ الستيب ما بين كل عدد الستيبس ما بين البوينتس. يعني ايه؟ يعني انت عندك ما بين البوينت ديت والبوينت دي في ستيب، وما بين دي ودي في ستيب، وما بين دي ودي في ستيب، وما بين دي ودي في ستيب. فانت عندك اربع ستيبس ما بين البوينتس وبعضها. فال n هنا باربعة. فالان مش بتريبريزنت عدد البوينتس، الان بتريبريزنت عدد الستبس ما بين البوينتس. طب انا هقعد اعد كده؟ يعني لو مثلا مديني تيبل فيه مثلا 100 قيمه، هقعد اعد بقى ال 100 قيمه دول؟ هقول لك لا. انت ممكن تعمل ايه؟ ممكن تقول القيمه الفاينل اللي هي 3 من 10 ناقص القيمه الانيشال اللي هي 1 من 10 مقسومه على الستب اللي هي بكام؟ ب 5%. فانت لو طرحت 3 من 10 ناقص 1 من 10 هيديك كام؟ 2 من 10، اقسمها على الستب اللي هي 5 من 100 هيدي لك كام؟ هيدي لك 4. فانا ممكن اطرح القيمه الاند ناقص القيمه الانيشال واقسم على الستيب علشان اعرف عدد الستيبس بتاعتي بكام، او اعد اقول هنا كده في ستيب 2 3 4، وهتلاقي على طول ان عدد الستيبس، او ممكن اقول على طول ان عدد الستيبس اللي هي ان هي بتساوي عدد البوينتس ناقص 1. يعني هنا الان ب 4 ليه؟ عشان البوينتس ب 5. فبالتالي انا عندي في 4 ستيبس ما بين البوينتس وبعضها. فدي طريقه ان انا اقول ان ال n هي عدد البوينتس ناقص 1، او اقول ان ال n هي ال int ناقص ال start مقسومه على ال h اللي هتبقى رقم ثابت، اللي هتبقى مثلا في المثال ده ب 5%. فال n اللي هو بيقول لك عليها ديت اللي هو هنا بيقول لك هتفضل شغال لحد ال n ناقص 1، لان دي مش عدد البوينتس، ال n ديت هي عدد ال steps. فبالتالي يبقى هو يبقى مديني ان الانتجريشن من ال start ده ال int ده، وهيبقى مديني الاف اوف اكس الاي باور اكس، وهو اللي هيعوض بيها. وهقول وممكن يعني كمان شويه هقول لك ان هو ممكن يجيبها لك بصيغه ثانيه، بس دلوقتي هو اللي جه يعوض جوه الايكويشن ديت، وبدا يعوض بقيم اكس مختلفه، وبدا يطلع مناظر اللي هي اف اوف اكس. هو دلوقتي مطالب منك ان انت تطلع قيمه ابروكسيميتد للانتجريشن اللي هو بتاع اي باور اكس من اول اكس بواحد من 10 لحد 3 من 10. فاحنا قلنا المفروض ان انا هعوض في الايكويشن دي ان الابروكسيميتد هيبقى عباره عن 2 اتش، والاتش قلنا بكام؟ في المثال اللي فات ال h ب 5%، فاقول 2 في 5%، بعد كده 2 في 5%، الكلام دوت هيبقى مضروب في مين؟ اف 1. مين اف 1؟ اف 1 اللي هو الرقم ده. بعد كده انا باخد الافات الفرديه زائد اف 3. مين اف 3 اللي هو الرقم ده؟ المفروض هقف لحد ايه؟ هتقف لحد اف ان ناقص 1. طب هي ال n بكام؟ اقول لك ال n ب 4، فبالتالي اف ان ناقص 1 اللي هي اف 3، لان ال n ب 4. فانت هتقف لحد كام اصلا؟ هتقف لحد اف 3. فانت هتاخد الارقام الفرديه اللي هي اف 1 اف 3، وهتقف لحد اف 3، ان انت بتاخد الارقام الفرديه، بس هو قايل لك ان انت بتقف لحد اف وفي ان ناقص 1، وال n هنا ب 4، فانت هتقف لحد اف 3 اف 3. فعشان كده هتاخد الاف 1 اللي هو اول رقم، بعد كده هتاخد الاف 3 وده هيبقى اخر واحد، وده منطقي لان الاف اللي بعديها اصلا زوجيه. فكل اللي هقوله له ان الانتجريشن ده بيساوي 2 اتش في الاف 1 زائد الاف 3، ان انا هقف لحد الاف ان ناقص 1 وباخد الافات اللي هي الفرديه، والاتش ب 5%، والاف 1 بالرقم ده، والاف 3 اللي هو مين؟ بالرقم ده. وهيبقى ده كده الرقم ايه؟ الابروكسيميتد
الرقم الابروكسيميتد اللي بيمثل انتجريشن من 1/10 ل 3/10 ل e power x. كمان ممكن يطلب منك لو قال لك حلها بطريقه الكومبوزيت ميد بوينت، ممكن يطلب منك الايرور، نسبه الايرور بكام. تقول لي خلاص ما نسبه الايرور يبقى انا هحلها اكزاكت واجيب الايرور. اقول لك لا، الكلام ده كان في الطريقه اللي فاتت اللي هي البيزك، لانه اصلا كان هيبقى في البيزك هيدي لك ايكويشن سهله ان انت تحلها اكزاكت، ولو في البيزك ما ادالكش ايكويشن سهله ان انت تحلها اكزاكت فمش هيطلب منك نسبه الايرور. لكن هنا مش علشان تحسب الايرور بتاع الطريقه ديت ما بين الرقم الاكزاكت اللي انت ما بين الرقم الابروكسيمت اللي انت طلعته والرقم الاكزاكت، انت مش مضطر تحلها اكزاكت، انك لو اصلا انت كنت عارف تحلها اكزاكت طب ما انت ما كنتش لجأت للطريقه دي. الطريقه دي انت بتلجأ لها علشان انت مش عارف تحل اكزاكت، فهو هيطلب منك ان انت تجيب القيمه الابروكسيميتد، وهيطلب منك ان انت تطلع الايرور ما بين القيمه اللي انت طلعتها وما بين الاكزاكت. فالايرور دوت هتعوض بيه في القانون ده، ان الايرور في حاله الكومبوزيت مات بيساوي بي ناقص اي على 6، والبي ناقص اي بكام؟ البي في المثال اللي فات كان ب 3/10، والاي ب 1/10 على 6، في اتش سكوير، والاتش بكام؟ ب 5%. ايه بقى دي؟ بيقول لك الماكس من اكس اكبر من اي لحد البي لماجنتيود الاف دبل داش اوف اكس. اول حاجه الاف دبل داش اوف اكس معناه ان انت هتفاضل الاي باور اكس مرتين، لان الاف اوف اكس باي باور اكس. فانا لما هفاضل الاي باور اكس مرتين عشان اجيب الاف دبل داش اوف الاكس هيديني اي باور اكس. وطالما ماجنتيود كده كده اصلا الاي باور اكس والاكس بقيم موجبه، لان الاكس من 1/10 ل 3/10، فبالتالي هيديني ارقام كلها موجبه. فهتلاقي ان الماجنتيود دوت كله هيتشال وتحط مكانه اي باور اكس، لان الاف دبل داش هيديني اي باور اكس، وطالما انا بقى انتجريت من 1/10 ل 3/10 فعلى طول اي باور اكس رقم موجب، فانا مش محتاج المودولس ده في حاجه. طب ايه بقى الماكس من الاكس ايكوال اكبر من الاي لحد البي؟ الاي اللي هي 1/10 والبي اللي هي 3/10. يعني بيقول لك انت دلوقتي طلعت ان الكلام ده باي باور اكس، عوض عن الاكس من اول 1/10 لحد 3/10 وهات لي القيمه الماكسيمم بقى. طبعا انت مش محتاج تعوض، لان الاي باور اكس اصلا هي فانكشن تصاعديه بالشكل ده اللي هتلاقيها طالعه كده، وهتلاقي ان انت لو عوضت باي باور 1/10 يديك رقم، اي باور 15% يديك رقم، وباين قوي من التيبل يعني لحد اي باور 3/10 هيدي لك رقم تاني. فبالتالي ما بين 1/10 ل 3/10 واضح ان الارقام تصاعديه، ان هي اصلا فانكشن تصاعديه. فبالتالي الماكس فالي في الرينج من اكس ب 1/10 لحد اكس ب 3/10، الماكس فاليو اللي هي 1 و3 اللي هي عند الاكس ب 3/10، ان هي اصلا فانكشن تصاعديه. فبالتالي انت هتشيل كل الكلام ده وتحط مكانه اي باور 3/10، لان الكلام ده اداني اي باور اكس، بيقول لك عوض عن الاكس من اول ايه لحد بي، وشوف في الايكويشن ديت مين فيهم اللي هيديك رقم ماكسيم، هو ده اللي هتستخدمه. فانا لما اعوض من اكس ب 1/10 ل 3/10 هلاقي ان الرقم الماكسيمم دوت عند الاكس ب 3/10، فبالتالي الكلام ده كله هيتشال وتحط مكانه اي باور 3/10. فهتبقى نسبه الايرور هي عباره عن بي ناقص اي اللي هي 2/10، لان البي ب 3/10 والاي ب 1/10، على السته في الاتش سكوير، والاتش سكوير اللي هتبقى 5% سكوير، والماكس دوت هيبقى عباره عن ايه؟ اي باور 3/10. فده كده الرقم، وفي الاخر هيطلع معاك دي كده نسبه الايرور. وطبعا باينه جدا ان نسبه الايرور دي رقم قليل جدا، وحتى انت لو كنت حليتها بطريقه يعني الاي باور اكس سهل ان انت تحلها بطريقه اكزاكت. طبعا زي ما بقول لك هو مش شرط، يعني ممكن في الامتحان يقول لك هات يدي لك كومبوزيت ويبقى مدي لك ايكويشن مش هتعرف تحلها اكزاكت اصلا. فلما يطلب منك نسبه الايرور مش معناه ان انت تجيب الاكزاكت وتطرح الاكزاكت ناقص الابروكسيميت، لا مش معناها كده. معناها ان انت تعمل ايه؟ معناها ان انت تحسب الابروكسيميت عادي، بس تعوض في الفورميلا بتاعت الايرور عشان تحسب الايرور. فهنا بيقول لك ان انت لو حليتها اكزاكت فانتجريشن الاي باور اكس هيديك برضه اي باور اكس، فهتعوض من 3/10 1/10 هيدي لك اي باور 3/10 ناقص اي باور 1/10 هيدي لك الرقم دوت. فلو طرحت الرقم الاكزاكت ناقص الرقم الابروكسيميتك كان هيدي لك نفس الايرور اللي انت كنت مطلعه، عشان بس يثبت لك ان فعلا فورميولا بتاعت الايرور دي هي فورميولا صح ومثبته يعني. فبس فدي كده اول طريقتين، اللي هي طريقه البيزك ميد بوينت وطريقه الكومبوزيت ميد بوينت. في طريقه البيزك ميد بوينت هو عاده بيطلب منك ان انت تحسب قيمه الاف اوف اكس بس. لو طلب منك ان انت تحسب مش قيمه الاف اوف اكس، ان انت تحسب الانتجريشن بتاع الاف اوف اكس كابروكسيميتد يعني، ولو طلب منك ان انت تحسب نسبه الايرور، فهيبقى مديلك اصلا الاف اوف اكس فانكشن سهله بحيث تعرف ان انت تجيب منها
الاكزاكت وتطرح منه الابروكسيمنت اللي انت حسبته علشان تحسب الايرور. لكن في طريقه الكومبوزيت عادي جدا ان هو يبقى جايب لك فانكشن صعبه جدا ما تعرفش تحلها اكزاكت، بس هيبقى عامل ايه؟ هيبقى مديلك التيبل. وخلي بالك ان هو هنا ما كانش ليها لازمه ان هو يديلك اف اوف اكس الا عشان تحسب الايرور. يعني هو لو ممكن يديلك التيبل ده بس وما يدلكش الاي باور اكس ولا يديلك الكلام ده كله، يديلك التيبل بس. بس لو هو ادالك التيبل بس هتقدر ان انت تحسب قيمه الانتجريشن، لكن مش هتقدر ان انت تحسب، لان انا كده حسبت خلاص الانتجريشن من غير ما ابقى عارف اصلا ان الفانكشن بي باور اكس، ان انا معايا التيبل، لكن ما كنتش هقدر احسب الايرور، لان الايرور كان بيديبند على اني ابقى عارف اصلا الاف اوف اكس علشان افاضلها. فهو هنا هو مديلك الاي باور اكس علشان تعرف تحسب الايرور، لكن لو في الامتحان ما كانش محتاج منك ان انت تحسب الايرور وما طلبوش، مش شرط ان هو يديلك اي باور اكس، ملهاش لازمه. ممكن في الامتحان ما يديلكش التيبل ده، يديلك ايه؟ يديلك اي باور اكس، يديك الاف اوف اكس، ويقول لك ان الان بتاعتك مثلا باربعه. فطالما هو قال لك الان باربعه فهو بيقول لك، طبعا هيقول لك الان باربعه وهيقول لك الستارت بتاعك 1 من 10 والان بتاعك 3 من 10، يديك الاي باور اكس ويديك الكلام ده بس ما يديلكش التيبل، يديلك الان بس. فطالما هو ادالك الان وقال لك ان الستبس باربعه وادالك الواحد من عشره والثلاثه من عشره، فانت هتعمل ايه؟ فانت محتاج تحسب الاتش، او محتاج ان انت اصلا تكونستراكت تيبل. فتعمل ايه؟ هتقول خلاص يبقى ده الاند وده الستارت، تقول 3 من 10 ناقص 1 من 10 على الان هيدي لك 5%. فهتيجي من الستارت تفضل ماشي 5% لحد ما توصل لل 3 من 10، يبقى انت كده طلعت قيم الاكس بتاعه التيبل، وهتيجي بقيم الاكس دي تعوض انت جوه الاي باور اكس عشان تطلع قيم الاف اوف اكس بتاعه التيبل. فهو ممكن في الامتحان ما يديلكش التيبل جاهز، يديلك الاف اوف اكس ويديلك الستارت ويديلك الاند بتاعك، ويقول لك ان عدد البوينت، عدد الستبس اللي هي الان مثلا باربعه. فانت هتعمل ايه؟ او ممكن يريحك ويديك الاتش على طول ايا كان، يساوي يديك الان ويديك الاتش. حتى لو ادالك الان وما ادالكش الاتش على طول، فانت سهل تجيب الاتش، اللي هو هتقول الاند ناقص الستارت مقسومه على الان اللي هو مديها لك، هتطلع الاتش، هتيجي من اول الستارت تفضل ماشي بالستيب الاتش اللي انت حسبتها لحد ما توصل للاند. انت كده عملت كونستراكت لقيم الاكس، هتاخد قيم الاكس دي وتبدا ان انت تعوض بيها جوه الاف اوف اكس علشان تحسب قيم مين؟ الاف اوف اكس المناظره ليها. وبعد ما حسبت قيم الاف اوف اكس يبقى انت كده عملت كونستراكت للتيبل، هتبدا بقى ان انت تعوض جوه الايكويشن ديت علشان تبقى حسبت قيم مين؟ الابروكسيميتد انتجريشن. فدي كلها افكار ممكن ان هو يجيبها في الامتحان. فاحنا كده خدنا طريقتين، اللي هي طريقه الميد بوينت وطريقه الميد بوينت، سواء كانت بيزك او سواء كانت كومبوزيت. دلوقتي هناخد برضو حاجه اسمها الترابيزيديال رول، اللي هي شبه المنحرف، وبرضو ليها نوعين، ليها نوع اللي هو البيزك ونوع تاني اللي هو مين؟ الكومبوزيت. وهتلاقي ان الايكويشن بتاعتهم شبه جدا جدا اللي هي بتاعت الميد بوينت، علشان كده مش هنطول فيها في الشرح، لان هي اختلاف صغير جدا في الايكويشن، والبروف كده كده مش عليك. هو بس كل اللي عمله ان هو بدل ما يفترض ان هو هيجيب الميد بوينت ويفترض ان الاري اندر ذا كيرف عباره عن اريا مستطيل، لا ده هيفترض ان الاري اندر ذا كيرف هي عباره عن اريا بتاعت شبه منحرف. فاللي هيحصل ان هو لو انت عايز تحل بالترابيزيديال ميثود، وده كده الحاجه اللي انت عايز تعملها انتجريشن، فالانتجريشن دوت في حاله البيزك، احنا كده دلوقتي هنشرح اللي هو البيزك ترابيزيديال. في حاله البيزك ميد بوينت كنت بتشيل الانتجريشن ده وتحط مكانه بي ناقص اي مضروب في اف اوف اي بلس بي على الاثنين، اللي هو اف بتاعه الميد بوينت. لكن في البيزك ترابيزيديال هتقول ان الانتجريشن ده بيساوي بي ناقص اي برضه، بس مش مضروب في اف اوف اي بلس بي على الاثنين، لا ده تجيب الاف اوف اي لوحدها وتجمع عليها الاف اوف بي، والكلام ده كله هتقسمه على الاثنين. يعني لو هو مدي لك الاي مثلا ب 2 من 10 ومدي لك البي ب 4 من 10 والاف اوف اكس باكس سكوير، فانت هتعوض عن ال2 من 10 جوه الاكس سكوير وتحسبه كرقم، وتعوض عن ال4 من 10 جوه الاكس سكوير وتحسبه كرقم، وتجمعهم على بعض وتقسم على الاثنين. فدي طبعا مختلفة عن طريقة البيزك ميد بوينت، اللي انا كنت بجيب الميد ما بين ال2 من 10 وال4 من 10 اللي هي كانت هتديني 3 من 10، وكنت اخد ال3 من 10 دي اعوض بيها في الاكس سكوير. هنا لا، يعوض بالاي ويعوض بالبي ويجمعهم مع بعض ويقسمه على مين؟ على الاثنين. وبالظبط شبه البيزك ميد بوينت، لو كانت
الاف اوف اكس اللي انت عايز تعملها انتجريشن كانت رقم كونستانت او لو كانت لينير من الدرجه الاولى، هتلاقي ان الرقم الابروكسيميتد اللي بيطلع هو نفسه بالظبط الرقم الاكزاكت، مفيش اختلاف ما بينهم. لكن لو كانت الاف اوف اكس مش لينير ومش كونستانت، سواء بقى درجه تانية او اكتر، هتلاقي ان الرقم اللي انت هتطلعه كابروكسيميتد مختلف عن الرقم الاكزاكت، شبه بالظبط البيزك ميد بوينت. فده مثال عليها، مره برضه نفس الكلام مدي لك حاجه لينير، ومره مدي لك حاجه من الدرجه التانية علشان يثبت لك هنا ان هنا هتلاقي انك لما تحلها بالبيزك تربيزوديال هيدي لك نفس الرقم الاكزاكت، وهنا لما تحلها بالبيزك تربيزوديال هيدي لك رقم مختلف عن الرقم الاكزاكت. فهنا اعمل ايه في البيزك تربيزوديال؟ هلاقي ان الاي بزيرو وهلاقي ان البي بواحد، فهنا بقى انا بعوض باف اوف ايه، فعوض عن الاف اوف زيرو هيطلع معايا الاف اوف زيرو بواحد، اعوض عن الاف اوف بي اللي هي الاف اوف واحد، هلاقي ان الاف اوف واحد اتنين في واحد بكام؟ باتنين، بلس واحد بتلاتة. هاجي اقول يبقى الانتجريشن ده بيساوي بي ناقص ايه اللي هي واحد ناقص زيرو مضروبه في اف اوف ايه اللي هي بواحد زائد اف اوف بي اللي هي بتلاتة على الاتنين، فيديك الكلام ده باتنين. وفاكرين لما حليناها اكزاكت برضه كانت بتطلع باتنين، فبرضه علشان هي لينير ادالك نفس الرقم. هنا اكس سكوير من واحد لحد التلاتة، فالاي بواحد والبي بكام؟ والبي بتلاتة، فعوض عن الاف اوف ايه اللي هي اف اوف واحد هيطلع معايا بواحد، عوض عن الاف اوف بي اللي هي اف اوف تلاتة هيطلع معايا بكام؟ بتسعة. وبعد كده هعمل ايه؟ هبدأ اقول يبقى الانتجريشن دوت هو عبارة عن البي ناقص ايه اللي هو تلاتة ناقص الواحد بي اتنين، بعد كده اف اوف واحد قلنا بواحد، اف اوف تلاتة قلنا بتسعة، يجمعهم مع بعض على الاتنين هيطلع معايا ان الرقم الاكزاكت بكام؟ الرقم الابروكسيميت ده اقصد بكام؟ بعشر. لو انت حليت اكزاكت كان هيطلع معاك تمانية وتلتين، فطبعا الرقم دوت مختلف عن الرقم ده. دي بقى طريقة الكومبوزيت ترابيزوديال، برضه هتلاقي ان هي شبه جدا طريقة الكومبوزيت ميد بوينت. المرة دي الانتجريشن هيدي لك اتش على الاتنين مضروبة في اف نود زائد اتنين اف واحد زائد اتنين اف اتنين، هتفضل شغال كده اتنين اف تلاتة لحد ما توصل ل اف ان، يعني الوحيدين اللي مش هيبقوا مضروبين في اتنين هي الاف زيرو والاف ان، باقي الافات كلها هتبقى مضروبة في اتنين، والكلام ده كله هيتجمع مع بعضه وهيضرب في اتش على الاتنين، ودي هتبقى نسبة الايرور. هتلاقي نسبة الايرور نفس نسبة الايرور بالظبط بتاع الكومبوزيت ميد بوينت، بس بدل ما الرقم ده كان ستة في الكومبوزيت ميد بوينت هيبقى هنا الرقم بكام؟ ب 12. معناها ان الايرور بتاع الترابيزوديال بتاع الكومبوزيت ترابيزوديال هو نص الايرور بتاع الكومبوزيت ميد بوينت. معناها ان الطريقة ديت احسن من طريقة الكومبوزيت ميد بوينت، لان هي هتدي لك نص الايرور اللي كان بيطلع فين؟ في الكومبوزيت ميد بوينت. فتعال ناخد عليها اكزامبل. مدي لك هو التيبل دوت والاف اوف اكس اللي انت المفروض تعملها انتجريشن، طيب تعال نحل الاكزامبل من الاول. هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان هو حل بالكومبوزيت ترابيزوديال، بس المره دي مش شبه المثال اللي فات، مختلف عنه حته صغيره، ان هو بيقول لك انا عايزك تعمل انتجريشن للكلام ده، بس مدي لك الاكيورسي. يعني انا قلت لك ان هو ممكن يدي لك الان وممكن يدي لك الاتش، قلت لك كل اللي هتعمله ان هو لو ادالك الان هتقول 3 من 10 ناقص 1 من 10 هي تقسم على الان، يبقى انت طلعت الاتش هتيجي من اول 1 من 10 هتفضل ماشي بالاتش دي لحد ما توصل لمين؟ لل 3 من 10. بعدين هتبدا ان انت تعوض القيم ديت جوه الاي اوف الاكس وتطلع قيم الاف اوف اكس مناظر ليه. يبقى انت كده عملت كونستراكت للتيبل علشان تبدا تحل سواء بطريقه الكومبوزيت او سواء بطريقه الترابيزوديال. بس هنا هو ولا اداك الان ولا اداك الاتش، ده ادالك حاجه اسمها الاكيورسي. ايه هي الاكيورسي؟ الاكيورسي اللي هي نسبه الايرور المطلوبه اللي هي بتمثل الايرور ده. فهو بيقول لك الايرور ماكسيمم يكون 10 باور سالب 3، يعني الاكيورسي معاك ماكسيمم تكون كام؟ 10 باور سالب 3. فانت هتعمل ايه؟ هتروح مساوي ايكويشن الايرور في حاله الترابيزوديال، طبعا دي مش 2 هي المفروض 12، فدي مش 2 هي المفروض 12، فتقول بي ناقص الاي على ال 12 مضروبه في اتش سكوير في الماكسيمم دوت، انا عايزه يكون اقل من او يساوي كام؟ اقل من او يساوي 10 باور سالب 3. فهيبقى 2 من 10 مش على ال 2، طبعا هتبقى 2 من 10 على ال 12، ان البي 3 من 10 والاي ب 1 من 10 مضروبه في الاتش سكوير، والاتش سكوير بكام؟ انا معرفهاش، ده انا اصلا بعمل الطريقه ديت عشان عايز احسب قيمه الاتش، لان لو حسبت الاتش خلاص الموضوع اتحل، ان هفضل بقى ازود الاتش ده على الواحد من عشرة لحد ما اوصل لثلاثة من عشرة، ويبقى انا كده عملت كونستراكت الاكس ومنه هجيب قيم الاف اوف اكس، ومنه هقدر ان انا احل سواء بطريقه الترابيزوديال او احل بطريقه الكومبوزيت.
فهنا انا شغال كومبوزيت ترابيزوديال، فانا سويت ايكويشن للكومبوزيت ترابيزوديال ان هي تكون اقل من او يساوي الاكيورسي المطلوبه، لان الاكيورسي ديت معناها دي اعلى نسبه ايرور، فانا سويت الايرور بتاع الترابيزوديال بي ان هو اقل من او يساوي الاكيورسي المطلوبه. وزي ما قلت لك دوت كده هيدي لك اي باور اكس اللي هو هيدي لك اي باور 3 من 10 واثبتناها، فدي طبعا مش هتبقى 1 من 10، دي هتبقى 2 من 10 على ال 12 مضروبه في الاتش سكوير اللي انت اصلا عايز تحسبها في اي باور 3 من 10. الكلام ده كله انت عايزه يبقى اقل من كام؟ من 10 باور سالب 3. و هتروح انت قسم ال 10 باور سالب 3 دي على 1 من 10 في اي باور 3 من 10، فانت عايز ان الاتش سكوير تكون اقل من 10 باور سالب 3 على 1 من 10. زي ما قلت لكم دي مش هتبقى 1 من 10، دي هتبقى 2 من 10 على ال 12. فهتلاقي ان الاتش طبعا هنا برضو منسيه علامه ايكوال، الاتش هتبقى بتساوي جذر الرقم دوت، فهيطلع معاك 80%. طبعا لما تيجي تحلها مش هيطلع 80%، هيطلع رقم تاني يعني لان هو في غلط اصلا. وهنا قال لك 80% دي ما تنفعش، انت عايز الاتش اقل من 80% بس 80% ما بتنفعش. طب مين اقل من 80% ممكن ينفع؟ 5%. ليه؟ لان انا لو مشيت من 1 من 10 بستيب 5%، مش انت عايز الاتش تكون اقل من 80%؟ فانت لو مشيت بستيب 5 من 100 من 1 من 10 هتلاقي نفسك فعلا عرفت توصل ل 3 من 10. فاللي هيحصل ان هو هنا طبعا عشان في ايرور هتلاقي ان هو مدي لك رقم مش 80%، رقم تاني، وليكن مثلا كان 6 من 100 مثلا. فانت هتعمل ايه؟ هتقول خلاص انا عايز الاتش تكون اقل من 6%. طب ايه اللي ينفع؟ ايه الرقم اللي يكون اقل من 6% وينفع؟ 5%. لان انا لو مشيت من 1 من 10 بستيب 5% هلاقي نفسي فعلا عرفت ان انا اوصل لمين؟ عرفت ان انا اوصل ل 3 من 10. فكل اللي هتعمله ان انت هتفضل ماشي بستيب 5% لحد ما توصل ل 3 من 10. هتقول خلاص يبقى الاتش انا المفروض تكون اقل من 80%، فانا هسلكت ان هي ب 5% وهتمشي لحد توصل ل 3 من 10. هتروح معوض بالارقام دي جوه الاي باور اكس، وتروح عامل كونستراكت للتيبل اللي هو نفس التيبل اللي كان موجود في الكومبوزيت مات، لان هي كانت نفس الايكويشن اي باور اكس، بس المره دي الانتجريشن دوت هيبقى مختلف لان هو مش هيبقى شبه الكومبوزيت مات، هيبقى اتش على الاثنين والاتش 5% اف نود اللي هي اول رقم زائد 2 في الاف اللي بعدها زائد 2 في الاف اللي بعدها زائد 2 في الاف اللي بعدها زائد الاف اللي بعدها من غير 2. فكانك هتاخد الرقم ده والرقم ده اللي هو الاف نود والاف ان، ان الاف 4 هي الاف ان، اللي انت هنا عندك الان ب 4 لان هو عندك 4 ستيبس اللي هي عدد البوينتس ناقص واحد، دول بس اللي هيبقوا مش مضروبين في 2، وباقي الارقام هيبقوا مضروبين في كام؟ في 2. الكلام ده كله هتضربه في كام؟ في اتش على الاثنين اللي هي 500 على الاثنين. يبقى انت كده حسبت قيمه الاف اكس. يعني اختصارا زي ما قلت لك طريقه الكومبوزيت ترابيزوديال ما تختلفش اي حاجه خالص عن طريقه الكومبوزيت ميت. الاختلاف بس ان الايكويشن اتغيرت، بدل ما كانت اتش بدل ما كانت 2 اتش وكنت بتضرب في الافات الفرديه اللي هي اف 1 اف 3 لحد ما توصل لاف ان ناقص 1، لا هتبقى اتش على الاثنين وهتبقى الايكويشن بالشكل ده، والايرور هتلاقي ان هو بقى نص الايرور. فبس هنا حط لك تركه صغيره وتركه مهمه، يعني ان هو مش شرط يدي لك التيبل جاهز. انا قلت لك من شويه ان هو مش شرط يدي لك التيبل جاهز، بس ممكن يدي لك الاي باور اكس الايكويشن نفسها، ويدي لك الستارت ويدي لك الاند، ويبقى قايل لك الان او الاتش بكام. هنا ولا قال لك الان بكام ولا الاتش بكام، هو ادى لك الاكيورسي اللي هي اعلى نسبه ايرور ممكنه، بحيث انت تساوي الايرور بتاع الميثود ديت ان هو يكون اقل من او يساوي الايرور ده، وفي الاخر تطلع قيم الاتش، وفي الاخر تطلع قيم الاتش. طبعا الاتش هتبقى طالع اقل من او يساوي رقم معين، وليكن مثلا هتبقى طالع اقل من 7%، اقل من 6%، فانت هتسلكت الرقم اللي ينفع ان هو يبقى موجود. يعني مثلا الاتش اقل من 6%، هل ينفع اخد ال 6%؟ او الاتش اقل من 7%، هل ينفع ان انا اخد 6%؟ لا، ان انا لو خدت الواحد من 10 قعدت اجمع عليها 6% مش هيوصلني لل 3 من 10، فبالتالي ما ينفعش ان انا اخد مين؟ ما ينفعش ان انا اخد ال 6%. فكل اللي هعمله ان انا هعمل ايه؟ اروح واخد رقم بحيث ان هو ينفع ان انا احطه ويديني السيريز المطلوب. فانا اخترت الاتش 500 وفعلا لقيتها ايه نفع، فمنها عملت كونستراكت للتيبل، ومنها قدرت ان انا احسب قيمه الانتجريشن المطلوب. فاحنا كده خدنا بس في اول جزء اللي هو من الشابتر دوت اربعه ميثودز، هما في الاصل تو ميثودز بس كل ميثود متقسمه نوعين، اللي هي البيزك ترابزود اول حاجه الميد بوينت اللي هي كانت بيزك ميد بوينت والكومبوزيت ميد بوينت، بعد كده خدنا الترابزوديال، وخدنا لانها متقسمه جزئين اللي هو البيزك ترابزوديال والكومبوزيت ترابزوديال. وهتلاقوا ان الكومبوزيت
ترابيزوديال شبه جدا جدا الكومبوزيت ميت، والبيزك ترابيزوديال شبه جدا البيزك ميت. فده كده اول جزء من الشابتر، وهيبقى اول جزء من السكشنين.